خلال الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، استمعت هيئة قضائية في العاصمة الخرطوم إلى 3 شهود في قضايا تتعلق بالفساد وحيازة عملات أجنبية وغسل أموال، فيما كان البشير حاضرا داخل قفص الاتهام. وأعلنت المحكمة تأجيل البت في الاتهامات إلى جلسة أخرى تعقد السبت المقبل، فيما طلبت هيئة الدفاع عن الإفراج عن البشير بكفالة والسماح لأسرته بزيارته داخل السجن. وإلى ذلك قال أحمد إبراهيم محامي عمر البشير إنه سيقدم طلبا لإطلاق سراح الرئيس السوداني السابق بكفالة مالية، وأضاف خلال حديثه بعد المحاكمة أنه طالب بإطلاق سراح البشير بالضمان في هذه القضية، ذلك لأنها من القضايا التي يجوز فيها إطلاق سراح المتهم بالضمان. وأضاف أن القاضي طلب إحضار ما طلبوه مكتوبا وسيتم النظر فيه لاحقا.